السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، تحية طيبة لمتابعي قناة الزاجل المغربي وكذلك لجميع هواة الحمام الزاجل في الوطن العربي عامة وخاصة المغرب. أولا وقبل كل شيء بغيت نشكر جميع متتبعي قناة الزاجل المغربي والإخوة اللي مشتركين معنا في القناة على الدعم ديالهم وكذلك بمشاركتهم بالتعليقات ديالهم اللي كيخلوها على الفيديوهات ديالنا اللي كتزيد تشجعنا باش نزيدو نعطو محتويات أخرى على قناة الزاجل المغربي. فبالفضل ديالكم تمكننا من الوصول الى 5000 مشترك، ونتمنى ان شاء الله القناة تزيد تستهر وتزيد تكبر باش تحاول تعطي يعني معلومات اكثر، وخصوصا تساعد الاخوان هواة الحمام الزاجل المبتدئين. فاليوم ان شاء الله غادي نديروا واحد الحلقة جديدة في برنامج الزاجل والاعلاميات، وقد تكون الحلقة الثانية، وغادي نخصصوها دائما لطريقة البحث عن الحمام الاسباني. فنزولا عند رغبة بعض الاخوان اللي تخلوا التعليقات ديالهم على الفيديو الاخير ديال البرتغال، بغاو طريقة البحث على الحمام الاسباني، غادي نطرقوا هذا النهار هذا ان شاء الله في هذه الحلقة على طريقة البحث على الحمام الاسباني، ولكن ماشي كل شيء، غنخصصوها فقط للحمام يعني ديال جزيرة تنيريف، لان الجامعة اللي في جزيرة تنيريف كتساعد يعني باش نحاولوا نبحثوا على الحمام خصوصا عن طريقة النتائج. فان شاء الله غادي نحاولوا يعني نعطي واحد الشرح مبسط. كما كتعرفوا يعني الهواية في إسبانيا فهي مقسومة، كاينين الجزر اللي فيها أغلبية المواليع، وكذلك يعني في الشمال في يعني فيها حتى هي اللي فيها الجامعة الكبيرة ديالهم، وطريقة يعني توزيع الخواتم. فكما كتعرفوا يعني الجامعة هي اللي كتعطي الخواتم، ولكن ما تيقدوش الناس اللي كاينين في المواليع اللي كاينين في الجزر، فكيحاولوا يديروا حتى هما لي باك ديالهم، لان كما كتشوفوا كل يعني جزيره عندها لا فيديراسيون ديالها. فان شاء الله دابا غادي نحاولوا ننتقلوا للحاسوب باش ما نطيلش عليكم الشرح، ونحاولوا يعني نديروا فيديو يكون قصير. غادي ننتقلوا ان شاء الله للحاسوب باش نشرحوا هذه الطريقه، لان هي طريقه جد سهله. فكما شرحت في الفيديو ديال طريقة البحث على الحمام البرتغالي، اللي هي غتزيد نعطي واحد النقطة، اللي هي طريقة خاصة بيا، يعني أنا اللي حاولت نوصل لهذيك الطريقة ديال البحث، وبالإضافة لأني خديت بعض المعلومات من عند واحد المولوع اللي كان يعني رئيس تاع الجمعية في البرتغال، يعني عطاني ساعدني في بعض المعلومات عن طريقة البحث على الحمام البرتغالي. فالطريقة تقريبا نفس الطريقة، ما يعني ما غاديش نحاولوا نخرجوا عليها، فمن طريقة البحث غتكون عن طريق النتائج، هذا هو يعني الحل الأنسب. فباش المولوع ما يبقاش يضيع في الوقت ديالو، كما عاودت قلتها راه يعني صعيب تاخذ المعلومات مع المولوع، خصوصا في إسبانيا والبرتغال ما كيحاولوش يعطوا معلومات على الحمام ديالهم، يعني ما تيجاوبوش ما تكتبوش، ماشي بحال هولندا او بلجيكا او فرنسا، ربما يعني كيحاولوا تلاقي رسالتي الجامعه ديالهم كتحاول تجاوبك. ان شاء الله غادي ننتقلوا نكملوا الموضوع ديالنا ان شاء الله. فدابا غادي نبداو الشرح ديال الحلقه ديالنا في برنامج الزاجل والاعلاميات، وغتكون على هاد يعني طريقة البحث على الحمام الإسباني. فقبل ما نبدأ فضلا وليس أمرا، الإخوان يمكن تشتركوا معنا في قناة السجل المغربي وتفعيل الجرس باش يوصلكم جديد القناة دائما إن شاء الله. فقبل ما نبدأ تار انتباه ديالي، لأن شحال ما بقيتش بحد في يعني في المواقع الإسبانية، فتار انتباه ديالي واحد المجلة اللي لقيتها يعني بالصدفة، وهي كتعود لأبريل 1935، والرقم 6، يعني هذه المجلة 6، يعني باش تشوفوا هنا واحد يعني الولعة، وما خلو فيها يعني التذكار اللي غيبقى زوين، يعني أجيال كتقلب على هذا الشيء، هذا كتلقى يعني شي حاجة اللي كتحاول تخلي الولعة راسخة يعني. ف نحاول ندور واحد الدورة يعني صغيرة فيها، كما كتشوفوا هذه ربما شي سجنة قديمة كانت بحال هكا كتنقل، لأن هادو كانوا كيستعملوا هاد السجنات هادو في القديم. غادي نمشيو نشوفوا يعني هنا كاين بزاف المعلومات ديالهم. هنا هاد الصورة ديال هاد السيد هذا اللي هو
المهم الاسم ديالو سلفادور كاستيلو كاريراس، هو فيس بريزيدون ديال الجمعية ديال كاتالونيا في برشلونة، و بريزيدون ديال الفيدراسيون ديال إسبانيا اللي كانت في من 1896 حتى 1897. المهم ندوزو واحد شوف يعني هنا، بغيتكم غير تشوفوا يعني هذه يعني بطاقة انخراط، هذه بطاقة انخراط ديالهم، وهنا كاين يعني هذا هو البروغرام كما كتشوفوا، البروغرام بادي من 14 كيلومتر حتى 250 كيلومتر، هادو البروغرامات اللي كاينين. من بعد الكونكور الاول كاين 309، جوج كونكورات تاع 309، وكاين اونطريمون 110، من بعد كيطلعوا 562 و 500 كيلومتر. هنا كما كتشوف كاين بزاف يعني المعلومات في هذه المجله، فعلاش وريت انا هذه المجله؟ غير باش يعني حتى حنا خصنا نديروا شي مجلات اللي تبقاو بحال هكا، يعني يبقاو على طول يعني الزمان، حتى لجاو الاجيال اللي من ورانا لقاو ان راه كانت واحد الولعه في المغرب وكانت زوينه وكان عندها واحد الفالور زوين. فنتمناو من الجمعيات ان شاء الله يحاولوا يديروا كاملين بحال هكا ويزيدوا يطوروا الولعه ان شاء الله. فدابا غادي ننتقلوا للموقع ديال ريال فيدراسيون ديال كولومبوفيليا اسبانيولا، والاخوان اللي بغا يديروا الترجمه كتجي هنا، يعني جوجل راه كيعطيك هنا الترجمه، كتكليكي يمكن لك دير الترجمه بالعربيه، تورك على هذه هنا وتولي تعطيك الترجمه يعني بالعربيه كما كتشوف. حنا غادي نخلوها بالاسبانيه يعني، ومن بعد الاخوان يحاولوا يمشيو يعني يشوفوا يديروا الترجمه ديالهم. حنا اللي الغرض اللي عندنا به هو غادي نمشيو لانفورماسيون ونمشيو لهاد الكلمه هذه، انا عندي واحد الحمامه كانت ديالي يعني وكنت بحثت عليها قديم، وحاولت دابا نجبد يعني غير البيتيغري وقلبت على الرقم السيري ديال الباقه، فهي كتعود ل 2009. غادي نحاولوا نمشيو هنا ونقلبوا على 2009، غادي ندخلوا هنا نحاولوا نكبروا الصوره شويه باش تبان لينا واضحه. فالحمامه عندي كتبدا من 267 958 2009، حنا غادي نمشيو هنا نقلبوا، كنشوفوا هنا في هاد لي باك يعني هذا عدد لي باك اللي كيمشيو لهاد يعني لهاد المدن هذه، وهنا من حتى الإيلان يعني من الباكر واحد حتى 4500 كتمشي لهاد البلاصة. حنا عندنا 267، 267 إذا هنا 264 901 حتى 327 900، يعني 327900 كتمشي كاناريس تينيريف. هنا سهلات علينا الطريقه باش نمشيو نبحثو، لان هذه الطريقه هي الطريقه السهله اللي كنقلب بها انا شخصيا. ف حنا عرفنا دابا فين غادي نتوجهوا، يعني فين غادي نبحثوا. كاينه الطريقه الاخرى يمكن ديروها، فغادي تمشيو يعني الكونتاكت، وهنا كاين يعني الرقم ديالهم لو بغيتي تتصل بهم وتقول لهم ان عندي هاد الحمامه طاحت في المغرب كاين وكاين، او تراسلهم عبر البريد وكذلك الايميل ديالهم هو هذا. فربما هذوك دي جاوبوك ما يجاوبوكش، فهاد الطريقه بلا ما تضيع الوقت تدخل كتقلب على الباقه ديالك وكتمشي، لان كما قلنا اسبانيا يعني مفرقه بزاف ديال كاينين الجزر، كاينين الموالع في الجزر اكثر من في كاينين في اسبانيا. ف هذه طريقه ربما سهله باش تمشي تبحث فيها. هنا غادي نمشيو الموقع ديال اخر هو اف سي سي كولومبوفيليا، هذه ديال فيدراسيون كولومبوفيليا كانارياس. هنا كاينين حتى لي باك هما هادو كما كتشوفوا هنا. المهم يعني باش حيت قبل ما خصك تبحث خصك تقرا الباقه يعني شنو مكتوب فيها، واش اف سي سي ولا كان ولا فيدراسيون اف ار سي او. هنا كتكليكي هنا وكتمشي هنا باش تشوف لي باك، حتى هادو لي باك هادو فقط لي باك يعني ديال جزر الكناري، هما اسلاس كانارياس،
هادو غير فقط لي باك ديال الجزر الكناري، يعني الا كانت فيها اف سي سي ولا كان كتجي لهاد البلاصه وكتبحث فيها. هنا لي باك ديال 2020 2018 2015 المهم كتحاول تبحث هنا على لي باك. حنا غادي نمشيو للموقع اللي عندنا به الغرض، هو لا فيديراسيون ديال تينيريف، وكما كتشوفوا هذا هو الموقع ديالها. نحاول نكبروا شويه، هذا هو الموقع ديالها كما كتشوفوا هنا. هنا كاين بزاف د المعلومات. حنا اللي غادنا بها الغرض هو هذا الكلوب هذا كما كتشوفوا، مفرقه للشمال والوسط والجنوب، وهذه ديال لي باك غادي نكليكيو عليها وغادي نمشيو. حنا دابا 2009، هنا ما عنديش الوورد ولكن انا تيليشارجيته ودرتها في ادوب، غادي نشوفو. فباش نعرف بالضبط اش من جمعيه يعني عندها هاد لي باك هذا، كما كتشوفوا هنا كاينه من 264 حتى 268، فكاينه هي فريال لا ريال سوسيداد كولومبو فيليا دي تينيريف، هي هذه الجمعيه اللي عندنا بها الغرض. غادي نرجعو نشوفو الكلوب، نمشو زون نورد نقلبو عليها هنا ما كايناش، نمشو سونتر وغادي نقلب عليها فهي هذه، كنكليكيو عليها هنا. هذا هو الكلوب، يعني هذا هو البريزيدون ديالهم، هنا العنوان ديالهم لو بغيتي تراسل معاهم او تعيط ليهم في التليفون، وكذلك لو بغيتي تصيفط ليهم ايميل. دونك حنا دابا شنو عندنا به الغرض، اللي الطريقه اللي غادي نحاول نقلب على باش ما نضيعوش الوقت، فغادي نمشيو للكونكور هذا، هاد لي كونكور هادو غادي نمشيو لي ريزولتا ديال. كما كتشوفوا هنا عندنا يعني الباقة عندنا ديال 2009، حنا غادي نمشوش ل 2009 نمشيو ل 2010 لانه الير لينك في 2010. كنكليكو على 2010 هنا كتعطينا هاد المعلومات هادي. غادي نمشيو ل ناسيونال وهنا نديرو الترجمة باش نعرفوا اشنو غادي نقلبو. هنا البطولة الوطنية لصغار الحمام، نحاولو نمشيو ل 2010، كنحاول نكليكيو على هادي، كنديرو كونترول اف باش تعطينا يعني واحد الخانة ديال البحث، وكنحاولو نقلبو، كنكتبو ديما ثلاث الارقام الاربعة الاولين وتنقلبو. هاهي عطاتنا 267915، وحنا خاصنا 267958، ولكن كنقول راه حنا قربنا. المهم غادي نشوفو الباقة الثانية، نحاولو نركزو على هاد المولوع أرماندو هيريرا هيرنانديز. هنا عطاتنا قبيلة عطاتنا 915، دابا 937، يعني قريبة 937 958 ربما راه قريبة. نحاولو نمشيو ونشوفو لي باك، هنا عطاتنا 27. دائما أرماندو هيريرا هيرنانديز، هادو بطولة ديال الحمام الصغير. فغادي ندوزو ونمشيو نقلبو، يعني دابا الحمامة في 2009 ما لقيناهاش في بطولة الصغار، ولكن حنا غادي نحاولو نمشيو ونقلبو يعني في بلاصة أخرى. غادي نمشيو ل 2011، الحمامة يعني ولات عندها عامين، يعني غادي نحاولو نقلبو على يعني في بطولات كبار. غنمشيو نقلبو في لي ريزيلتا مثلا ديال شهر 6، كونترول اف دير لي باك، هنا عطاتنا 7 كما كتشوفو، ونحاولو نقلبو يعني عطاتنا ما كايناش. هنا عطاتنا كما كتشوفوا عطاتنا 267977، اذا قبيله لقينا 267915 ودابا لقينا 977، اذا هاد الحمامه 100% ديال هاد المولوع هذا ديال ارماندو هيريرا هيرنانديز. حنا شوفوا نتيجه اخرى، نحاولوا نقلبوا لا لقينا شي حاجه اخرى، المهم ما لقيناش. نمشيو نقلبو في 2012 نشوفو شنو كاين. نحاولو نقلبو في النتيجة باش منبقاوش نضيع الوقت. ما معطاتناش، شوفو هنا ما معطاتناش. شو
شوفوا هنا هي هنا عطاتنا كما كتشوفوا هنا. اي باش نعطيكم واحد النقطه هنا كاينه او اس بي يعني لا فيديراسيون، كاينه كاناري اشتهار كما كتشوفوا هنا عطاتنا حمامه اخرى قريبه. نحاولوا نرجعوا ل 2011 ونمشوا لهذا المطلق هذا باش نحاولوا يعني نقول لكم انا في لقيت الحمامه كنترول اف وغادي نمشيو ونكليكيو هنا عطاتنا 967 974 نمشيو كاينه 37 وكما كتشوفوا الاخوان ها هي فين هي الحمامه، فهي هذه 267 958 2009 هذه هي الحمامه ديال ارماندو هيريرا هرنانديز. انا نخلي لكم البيتيكري ديالها باش تشوفوها حتى هو. فهذه هي الطريقه اللي كتحاول تبحث بها، يعني الطريقه ديال البحث كتجيك لي ريزلتا وكتحاول تدير يعني الاسم الثلاثه الارقام الاولى او حتى اربعه الاولين كتحاول تبحث على الحمامه اللي قريبه ليك باش يعني تقلب على الحمامه. فغادي نعطيكم واحد موقع اخر ربما تحاولوا تقيدوا فيه فهو زوين، فهو الفوروم ديال كاين في الجران كاناريا. المهم هنا كتجيك تحاول تقيد، انا مقيد معاهم هنا. هنا كتخلي يعني كما كتشوفوا هنا يعني كاين اللي كيديكلاري بالحمامه انها طاحت كما كتشوفوا هنا. هنا كيخليو يعني اللي كيقول لك هنا راه كاينه واحد الحمامه ديال هذه راه المهم لي باك ديالها والمسائل كيخلي يعني كيمكن لك ديكلاري انونسي واحد الحمامه. شوفوا شي واحد اخر مثلا كاين هنا، فكما كتشوفوا هنا الاخوان ها واحد الاخ من اكادير يعني مخلي هاد الحمامه كيقول البروبيتي ديالها. يعني هنا ربما يقدو يعاونوكم يعني في هاد لا زون هادي الحمام اللي مضطر يمكن يخليكم. يعني انا كنت هنا كنقلب على هاد الحمامه هذه هي كما كتشوفوا هادي ديالي صح. هنا كان شي واحد راه تيجاوبك يعني ما كانش راه ما تيجاوبكش. فهادو هما المواقع الاخوان اللي ربما طريقه سهله باش يمكن لك تبحث خصوصا في لا فيديراسيون، لان باش نبحثوا على الحمام الاسباني فخصك وقت كتير وكتير بزاف، خصوصا كنلقاو حمام ديال الجران كاناريا اللي في البي دي اف ديال لي ريزلتا ديالهم كيديروا تصاور ما تيديروش بحال تينيريف. فنتمنى ان شاء الله تكون الحلقه يعني استفدتوا منها ولو قليل، وان شاء الله ما تنساوش تشاركوا معنا في القناه وتفعلوا الجرس باش يوصلكم الى الجديد ان شاء الله. في امان الله وان شاء الله في حلقه اخرى من برنامج الزاجل والاعلاميات. وتبارك الله عليكم وكنشكركم كاملين بزاف، والى اللقاء ان شاء الله في حلقه قادمه.